السلام عليكم. هذه أضخم مستثمرة فلاحية في ولاية مسيرة، واحدة من أضخم المستثمرات النموذجية في الجزائر. وهذه المستثمرة يعتبر استثمار خاص في القطاع الفلاحة وفي التربية الحيوانية، حيث أنه متخصص في إنتاج جميع أنواع الفلاحية، الزراعة والزيتون، وكذلك في الإنتاج الحيواني بتربية الأبقار بحوالي 4000 بقرة، وكذلك حوالي 2000 هكتار مخصصة للإنتاج الفلاحي، عندهم آفاق إلى توسيع هذه المستثمرة الفلاحية إلى 20000 هكتار. وهذا الاستثمار يعني الهام والاستراتيجي لم يكن ممكن هذه بضع سنوات من قبل، ويعود هذا الاستثمار إلى استثمارات أخرى في ميدان التنقيب على المياه الجوفية والاستخراج المياه الجوفية. والشكر، كل الشكر لشركة سوناطراك وللفروع نتاع شركة سوناطراك اللي كانت متخصصة في التنقيب على البترول وعلى يعني كل الصناعات نتاع الفراش تاع التنقيب على البترول. وكذلك هذه الاستثمارات عادت ممكنة خارج ميدان البترول، يعني استعمال في الميدان الفلاحي باقتناء معدات جديدة متطورة في التنقيب على المياه واستخراج المياه. لو لم تكن المياه لما كان ممكن استحداث مثل هذه المستثمرات. لنشوف عندنا في الصور التربة طينية جيدة جدا للفلاحة، خلافا على التربة الرملية الموجودة في واد سوف أو في الولايات الجنوبية. إذن هذا الاستثمار أصبح ممكن بفضل إمكانيات تاع يعني تاع التنقيب واستخراج المياه الجوفية، اللي أصبح الآن بالإمكان الذهاب إلى 300 أو 400 متر يعني غمق، ويعني الوصول إلى ما يسمى بلاناب ألبيان، هي الخزان الألبياني اللي خزان لا ينبط فيه مليارات الأمطار المكعبة من المياه، واللي قد يعني يدوم إلى مئات السنين. إذن هذا هو الأمن الغذائي، سوف بالضرورة وحتمية الأمن الغذائي للجزائر سوف يمر من هنا، سوف يمر من الصحراء الجزائرية، حيث أن الفلاحة في المتيجة أصبحت في خبر كان، ولم تعد الفلاحة مما تبقى في المتيجة وفي المستثمرات الشمالية لم يعد لها ذلك الطابع الاستراتيجي. الآن الأمن الغذائي أصبح ممكن وأصبح حقيقي بفضل هذه المستثمرات الضخمة الموجودة على كل ربوع الجنوب الجزائري، من بريزينا في المنيعة إلى غردايا إلى الواد إلى تمنراست، في كل ولاية الوطن أصبحت المستثمرات في الجنوب حقيقة ملموسة وتنذر يعني نتائج غير مسبوقة في جميع أنواع المنتوجات الفلاحية. وما يعني أحسن مثال على ذلك هو الإنتاج تاع العام الماضي اللي وصل إلى 25 ما قيمته 25 مليار دولار، يعني فاق كل التوقعات، والمازال والقادم مازال جاي، وهذا كله بفضل الله تعالى الذي حاب هذا البلد بخيرات لا تنضب في كل الميادين، لأن البلد هذا سقي بدماء الشهداء. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.